شريف شعبان مراسل قناة الأهلي. يا شريف مساء الخير عليك. حاجه حفيد الامير تحياتي ليك وتحياتي للمستشار الكريم طبعا ناخد درجه كبير استاذ سعيد وكل وشريف حاضر عليك في كل مكان. اهلا وسهلا بيك يا شريف، في الجديد عندك ايه بعد استئناف الفريق لتدريباته؟ خليني اقول لك طبعا ان الفريق كان اخذ اجازه 3 ايام والنهارده كان التمرين في الخامسه والنصف عصرا، يمكن استعدادا لمباراه غينيا او بطل غينيا كانوا سبورت اللي هيكون يوم 13 او 14 او 15/9 باذن الله. اللي بدا التمرين في 5:30 وكان في محاضره يمكن حوالي 10 دقائق اتكلم فيها الكابتن محمد يوسف واتكلم فيها الكابتن عبد الحفيظ حوالي 10 دقائق يركزوا في هذه المباراه، ما لهمش علاقه باللي بيزور على السوشيال ميديا، ما لهمش علاقه عن مفاوضات اي مدرب، التركيز فقط في المباراه المقبله، التركيز فقط على الفوز في المباراه المقبله. خلينا اقول لك ان بعد هذه المحاضره كان في تدريبات بدنيه شاقه جدا النهارده، اشغال بدنيه شاقه يمكن تمرين مستمر الى الان، تمرينات بدنيه قويه جدا بيقوم بيها طبعا الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف. على الجانب الاخر او كان بادئ التمرين بدري جدا قبل الخامسه والنصف كان بادئ شريف اكرامي مع الكابتن طارق سليمان اللي لازم احييه، كابتن طارق سليمان بادئ التمرين الساعه 5 مع شريف اكرامي لمده ساعه، وبعد كده 4 حراس اللي كابتن الشناوي كابتن علي لطفي كابتن مصطفى شوبير احمد طارق سليمان 4 حراس بعد التمرين، فالراجل ساعه قبل التمرين والان مع 4 حراس يعني 5 حراس في اليوم، فلازم احيي كابتن طارق سليمان على المجهود الجبار اللي بيعمله مع الحراس. على الجانب الاخر التاهيل سعد سمير مع محمد محمود رامي ربيعه زي ما قلت لك شريف اكرامي، خلينا اقول لك ان سعد سمير بيتكلم في اسبوع 10 ايام باذن الله هيكون موجود في التمرين، محمد محمود ايضا نفس المده النهارده تمرينه ولا اروع ولا اقوى، نمسك الخشب ما شاء الله بدا يرجع من جديد، بدا الاصابه تتلاشى خلاص. بيشارك في التدريبات الجماعيه يا شريف؟ لا هم دلوقتي بتعملوا بيشارك في جزء صغير ويمكن بعد اسبوع 10 كمان هيخش في جزء اكبر من التمرين، وبعد كده يمكن هيتحسنوا برنامج بقى تاهيلي عادي خالص او برنامج عشان يرفع الحمل بتاعه البدني عشان يقدر يجاري لعيبه النادي الاهلي ان يوصلوا لمرحله بدنيه طبعا عاليه جدا دلوقتي. رامي ربيعه طبعا هيغيب من اسبوعين لثلاثه للاسف، رامي ربيعه ده بعد الاشعه خلاص اشعه تشدد في العضله الخلفيه شديد جدا هيغيب من اسبوعين لثلاثه اسابيع، نتمنى له باذن الله الرجوع بالسلامه. على الجانب الاخر طبعا مروان محسن هيمكن خلاص في المراحل النهائيه لتاهيله، رمضان صبحي يمكن خلاص برضو النهارده اكتفى بالجري، يمكن بكره وبعد بكره بالكثير هيكون موجود في التمرين. جلسات مستمره كابتن عبد الحفيظ كان عقد جلسه مع معلول، عقد جلسه مع احمد فتحي، كابتن محمد يوسف ايضا عقد جلسه مع وليد سليمان في جلسه طويله جدا. غياب لاجايي لازارو لشيراردو، علمته بازارو وشيراردو في المنتخبات، يمكن اجايي واخد لسه اجازه، بطمن لك وبطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي هنا العمل مستمر داخل قطاع الكره بالنادي الاهلي، الكل عارف واجباته والكل مركز في واجباته باذن الله، باذن الله تاتي استمرارها ويكون الفوز حليف في النادي الاهلي في المباراه المقبله امام كلاينو سبورت بطل غينيا باذن الله. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي، ولقينا آخر الأخبار من مران الفريق في هذه اللحظات بعد استئناف هذه التدريبات.